تحية محبة بحييكم أكيد مشاهدينا ومستمعينا من الوعد للعهد، لقاء جديد، لقاء أكيد ضمن زمن العنصرة من وحي أسابيع العنصرة. نحن صرنا بالأحد الثالث بعد العنصرة، ننطلق بحلقة جديدة منتابع مسيرتنا بهالزمن، نوصل اليوم للتعمق بدور الروح القدس، هوية هذا الأقنوم، لقاء الأحد الثالث بعد العنصرة مثل ما قلنا، تحت عنوان بتقترحه علينا الكنيسة هو الروح يعلم. ونحن رح ننطلق من قراءات هيدا الأحد يلي بتقترحها علينا أيضا الكنيسة وبشروحات دايما مع الأب مارون موسى المرسل اللبناني. برحب فيك أبونا. يعطيك العافية. نحن اليوم الروح القدس هو البطل معنا، وهو دايما البطل بحياتنا، أكيد هو اللي بدنا نستدعيه ببداية هيدي الحلقة لحتى نتعرف على هويته أكثر وحتى نتعلم منه. طالما حطيت العنوان أنه الروح القدس يعلم، معناتها حتى يعلمنا بدنا نكون مستعدين له. هذه الصلاة، الصلاة هي بس انفتاح أو إصغاء لكلام الرب، مش أنه إحنا بدنا نقول اللي عنا إياه، حقيقة نسمع الله اللي عنده إياه بده لنا إياه. نعم أيها الرب يسوع المسيح، بنشكرك دائما وإلى الأبد على عطيتك اللي أعطيتنا إياها، عطية الأب لنا يلي هي هبة روح القدس يلي هو المعلم يلي بده يعلمنا كل شيء وبيذكرنا بكل شيء. أيها روح القدس، أنت البرقليط الحي الحاضر معنا، نطلب أنك تكون هلأ عم تحكي فينا وكون عم تصغي فينا. خلينا نكون عم ناخد كلمتك يلي هي حكمة توجهنا نحو الحياة الأبدية. نشكرك سلف على كل عطيه رح تكون عم تعطينا اياها، وعطيك كثير مثل نعمك الغديره يلي بتفيض علينا. بنشكرك لانك رح تعطينا كلمه للحياه. امين امين. لننطلق سوا ابونا، نحن مثل ما قلت انا بالبدايه بالاحد الثالث بعد العنصره، وكنا شرحنا شوي الاسبوع الماضي هالمسيره اللي بدنا نمشيها بهيدي الاحاد بهذا الزمن الذي يسمى زمن العنصره، ومثل ما خبرتنا الأسبوع الماضي زمن الهلأ، يعني زمن حياتنا هلأ المستمرة وباقية كلها هيدي زمن عنصرة. التقسيمات صح شرحتها، بس خلينا هيك بطريقة كتير مختصرة نقول نحن اليوم وين. هيدا الأحد الثالث. الأحد الثالث بالأحد الأربع الأولى يلي هني حدث أعطاء الروح يلي هودي تمه. بدنا نضل نذكر بالأشياء اللي صارت والأشياء اللي بعد عم تصير، لأنه زمن قلتي هلأ يلي الأشياء اللي عم بيصير، بس من ضمن هالمجموعة الأولى يلي هي حدث العنصرة يوم الخميس، هيدا تم في الزمن. الأحد الأربعة يلي هي وضعتني هون الكنيسة، يلي هو أول شيء حدث انسكاب الروح القدس يوم العنصرة. الأحد الماضي كان عندنا أحد الثالوث الأقدس، يعني اختبار واعتلان الله ثالوث، يلي كان صورة غامضة ومشوهة إذا بدنا نعتبر حكينا فيه عن إبراهيم كيف كانت هيك شايف هالتشخيص هيدا، لكن صارت عند الرسل هي حقيقة حاضرة حتى نوصل اليوم لهالروح القدس يلي هو علم التلاميذ ويعلم بعد أنا وياك هلأ عم نتعلم منه، بس كمان في حقيقة صارت بالتاريخ يلي هي هالكتاب اللي بين إيدينا، حتى نقول أنه هذا هو صنيع الروح القدس الذي علم التلاميذ والتعليم يلي علموا التلاميذ. والأحد الأخير بهالمجموعة الأولى رح يكون حطيته الكنيسة ضمن ابتهاج الروح، أو يسوع يبتهج بالروح القدس، كأنه مثل ما قلتيها كأنه هيك خلق جديد ويسوع قال قد تم، حتى بعدين بلش تقدر تنطلق الكنيسة بالمشوار يلي بدها تعيشه إلى 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 نهاية الزمن السابع، حتى الرب نلتقي وجها لوجه. كمان قلنا أنه الكنيسة بتقترح علينا عنوان لهذا الأحد وبتقول الروح يعلم، يعني ركزت على 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 الدور التعليمي للروح القدس، وبدنا نركز على دوره التعليمي اللي احنا حصلنا عليه. يعني بدنا نآمن أنه هالكتاب اللي بين إيدينا، الكتاب يلي احنا بنسميه الكتاب المقدس، هيدا يلي منقوله نحن بنؤمن وقت نحكي عن الروح القدس، نقول الناطق في الأنبياء والرسل. يعني هو يلي نطق فيه، معناتها هو يلي علمهم بإلهام منهم، هن هو ألهمهم وهن كتبوا. هذا هو تعليم الروح القدس، لكن هالشي صار موجود بين إيدينا، هذا هو صنيعة الروح القدس، ونحن نؤمن
بعمل الروح القدس. لو ما في روح القدس ما في حدا بيخليني آمن إنه هالكلام هيدا هو كلام الله، ولا في شيء بيخليني آمن إنه هالمكتوب بين إيدي هو بالعربي، كيف انتقل من العبراني بالعهد القديم لصار عربي، والعهد الجديد انتقل من اليوناني لصار عربي. شو بيأكد لي إنه يلي ترجمهم ما غير وحرف واشتغل على ذوقه؟ اللي بيأكد لي هو الروح القدس. أنا أؤمن بروح القدس ولا أؤمن بالأشخاص اللي كتبوا، لأنه هني هودي بشر اللي كتبوا، بس أؤمن مثل ما حكينا نحن في عندي فعل إيمان، ولأن الروح القدس هو الرب المحيي، هو رب النهاية، منه أقل من رب. أبدا. مش هناك، هو أنا هو الضامن. يعني هو الضامن لهذه الحقيقة. نحن هيدا الدفاع عن الأشخاص اللي بيقولوا أنه في كتابكم محرف وليش هيك، بقول له نحن ما عندنا ضمانة بشرية، عندنا ضمانة إلهية، هو الضامن. مش هناك هو الذي يعلم. أهمية الإيمان يعني هون أهمية الإيمان، تخيل يعني أهمية الإيمان بروح القدس. بتذكر الأسبوع الماضي لما كنا عم نحكي عن اكتشاف الثالوث الأقدس ابتداء من العهد القديم، ولما قرينا قراءة سفر التكوين شفنا كيف جرب الظهور الأول أو ظهور الروح القدس من خلال الثالوث الأقدس من خلال ثلاث أشخاص شافهم إبراهيم. اليوم نحن عم نجرب كمان نتعرف على الروح القدس. عم بجرب أعطي التمهيد قبل ما أقرأ القراءة بالعهد القديم يلي بتقول إنه الحكمة، قالت الحكمة، يعني عم نعطيه صفة أو لقب الحكمة. خليني بس صلح لك كلمة، لأنه أوقات بنصير نستعملها كلمة اكتشاف، لأنه بشريا لما نقول اكتشاف هو عمل بشري. مظبوط. يعني البشر بيكتشفوا شغلة، اكتشفوا الذهب، اكتشفوا البترول، اكتشفوا بما قدرتهم ايه. لكن انكشاف أو كشف هذا عمل الله، هي اللي مسميه احنا الرؤية. يعني شيء كان مخبى وربنا كشف لنا، هذا احنا عنا الدنح. ربنا كشف ذاته لابراهيم بالعهد القديم وشافه بصورة 3، ورجع كشف لنا ذاته بالرب يسوع المسيح. يعني ربنا اللي بيكشف مش البشر يلي بيكتشفوا، لانه الرب البشر بجهدهم وبتعبهم وبفلسفتهم اكتشفوا انه في خالق وفي مخلوقين، اكثر من هيك ما بيقدروا يعملوا. لكن الله يلي كشف عن صورته انه هو الثالوث محبة، ونحن هلأ صرنا عم نختبر، لكن نحن اختبار هذا الكشف. هيدا يلي قلنا انه جربنا شوي نشوفه بالأسبوع الماضي عن سر الثالوث الأقدس من خلال الرؤية يلي شافها إبراهيم، شاف هذا الإله في ثلاثة رجال. نحن اليوم بدنا نكتشف، مش نكتشف كمان تنرجع ما نقولها، نحاول نفهم ضمن حياتنا الإيمانية، نتعرف على الأقنوم الثالث يلي هو الروح القدس يلي عم بيعلم، الروح يعلم ابتداء من العهد القديم. قلت لك عم نعطيه لقب أو صفة الحكمة. عم نعطيه الحكمة لأنه بخلال اليوم اللي كان بدنا نحكي عن كيف بيعلم الروح القدس، يعني وسيلة تعليمه يلي هي احنا نسميها المواهب أو العطايا يلي بيعطينا إياها، ويلي بنحكي عنها شوي بالتفصيل بعد شوي. لكن أول عطية هي اسمها الحكمة، يعني هي أول شيء بيعطيني إياه الروح القدس، هو بيعطيني هالحكمة يلي هي كلمة للحياة. كأنه مش هناك بدنا نشوف بسفر الأمثال بالعهد القديم. هالحكمة يلي كمان بنرجع نشوفها كمان هي ذاتها بالعهد الجديد مع عمر بولس. لكن مثل ما قلتي هيدي مش بس هي صفة للروح القدس، هي عطية من عطايا الروح القدس، أو أول موهبة من مواهب الروح القدس تعطى للإنسان حتى يبلش يفهم. لأنه أنا بدي أتعلم، هو المعلم وبيعطيني، يعني كأنه مثل المعلم بمهد لي يعني لأتعلم، بيعطيك كتاب حتى تبلش تقري فيه يلي هي اسم الحكمة. من هون رح نبلش. إذن قراءات الأحد الثالث من زمن العنصرة من العهد القديم، نحن بنقرأ من سفر الأمثال. ولماذا اختير سفر الأمثال؟ سفر الأمثال لأنه هو من مجموعة الكتب الحكمية السبعة يلي موجودين، يلي بشكله قصة الحب بالعهد، يعني هو الكتاب المقدس هو قصة حب الله للإنسان، كيف بلشت من البداية وكيف يعني من الوعد إلى العهد. هالقصة هيدي مقسمة لمجموعات
في مجموعات تاريخية، في مجموعات نبوية يعني شعرية، وفي في مجموعة يلي هي حكمية يلي هي مؤلفة من 7 أصفار. كتب يلي هو الأخير يلي هو اسمه سفر الأمثال. الأمثال هو يعني هي منسوبة لسليمان الحكيم، وهو بتعطيك تقريبا كيف بدك من خلال أمثال بيستعملون، خلال يعني هيك جمل صغيرة بيعطينا إياهم مثل سفار فيفر، يعني كيف الإنسان بيعرف يعيش بهالحياة حتى يوصل للحياة الأبدية. نوع من برنامج مش بس حياة. برنامج حياة، بس طريقة يعني الإنسان يكون لائق وبيعرف كيف بتصرف بحياته، بس الهدف أنه يوصل، لأنه وقت اللي كتب سفر الأمثال انكتب ببابل وكانوا هني جماعة منفيين بتعلموا من غلطتهم أنه هني ما عرفوا كيف يتعاملوا لا مع الله ولا مع بعضهم، مش هناك رجعوا تهجروا. كتب هالكتاب هذا حتى يقول لهم يا جماعة هلا عم نرجع، بدنا نرجع نروح، عرفوا كيف يشوا ضبوا لسيكم، ضبطوا حالكم، عملوا كيف يعني كيف تتصرف، كن إنسان مربى مهذب بتصرفاتك لحتى تضلك عايش بالمحل اللي ربنا بده اياك تعيش فيه، لحتى توصل وتعيش بهذا المكان وتبقى هونيك. لكن هيدي كانت البداية عندهم. أكيد نحن صرنا بنعرف أنه رايحين إلى ما بعد أورشليم، مش هدفنا أورشليم. أنا لأني رايح إلى ما بعد أورشليم مش هناك، ما بتكفيني بس كون إنسان مهذب ولايق وكل الأشياء، بدي أرجع أخذ شيء من العهد الجديد يلي بنرجع نشوف كيف. نحن هلأ على أول الطريق إذا بدك. بداية الطريق بسفر بداية الأمثال. الطريق من سفر الأمثال هو الفصل الثامن، إنما هو مختارات من الآيات مش وراء بعضهم. رح كون عم بقرأ. قالت الحكمة الرب خلقني أولى طرقه قبل أعماله منذ البدء منذ الأزل، أقمت من الأول من قبل أن كانت الأرض، وكنت عنده طفلا، وكنت في نعيم يوما فيوما ألعب أمامه في كل حين، ألعب على وجه أرضه ونعيمي مع بني البشر. فاسمعوا لي أيها البنون، فطوبى للذين يحفظون طرقي، اسمعوا التأديب وكونوا حكماء ولا تهملوه. طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا عند مصاريعي يوما فيوما، حافظا عضائد أبوابي، فإنه من وجدني وجد الحياة ونال رضا من الرب، ومن أخطأ إلي ظلم نفسه، كل من يبغضني يحب الموت. حلو. قالت الحكمة يا أبونا. إيه. ماذا قالت؟ كأنه الحكمة هون إنسان عم يحكي. يعني عم تشخصها إنسان، ودغري أنتوا عم تقريها. أنا دغري شخص صغير وعم يكبر. بيبي صغير. بيبي صغير عم يحكي وعم يحكي عن أصله. يعني كأنه إذا بدنا نحكيها أو بدنا نعطيها شوية تشبيه، كأنه هي تشبه الأقمم الثانية اللي هي كلمة الله الرب يسوع المسيح، اللي هو الذي ولد من الآب. كان عم تقول أنا كنت موجودة عند الآب وأنا جيت هلا عم بحكيكم، جاي من عند الله عم بحكيكم. حتى نحكي هون هيدي نسبتها عم بتأكد الرابط والمصدر انت للمصدر حتى نقدر نفهم أنه هذا كلام كلام الله مش كلام البشر، لأنه البشر عنده حكمة كمان، لكن مصيره ووصلته غير محل. لكن هيدي بس تعابير حلوة، يعني الرب خلقني أنا بالبداية موجود معه، أنا كنت عنده طفلاً. يعني الطفل هو يلي بيتعلم وبيربى عند أقدام أهله. يعني أنا شفت واختبرت كلمة الله والحياة مع الله، وأنا هلا جاي أخبركم حتى تعرفوا أنتم كمان تعيشوا. يعني عم يحكي بلغة الإنسان، عم بيوصل الله بلغة الإنسان. أكيد. وهون يعني لحتى يوصلنا أنه من وجدني وجد الحياة. لأنه والحكمة هي كلمة. نحن بنقول مفتاح التم كلمة. مثل ما نقول هيك مفتاح البطن لقمة، كلمة. الانطلاقة هي المهمة. الانطلاقة هي الأساس دائماً. لأنه مسيرة الألف ميل بتبلش بخطوة، لكن بخطوة ثابتة. لأنه إذا مشيتي بهالطريق أو مشيتي بهالطريق معروفة أول خطوة، يا إذا مشيتي هون رح توصلي لهون، هي بتوصلك لهوني. يعني الانطلاقة مهمة. الحكمة هي حسن اختيار الخطوة الأولى، هي البداية الانطلاقة. كأنه هي اللي بدها تاخذ خيار هون ولا هون. مشان هيك هون عم بيحكي إنه اسمعوا مني أنا
الهاماتي التعليمي، لاني انا بوصلكم لمطرح ما كنت، لانه إيه عم تحكي انه انا كنت عند الله، انا اولى طرقه وجاي يخبركم، انا اولى طرقه، عم بيقول الرب خلقني اولى طرقه، يعني انا البدايه، انا البداية. بتبلشوا معي، يعني فيكم إيه. تبلشوا معي، ومنذ الازل كنت موجود معه وانا يلي بدي ارجع اطلعكم لعنده. وهيدي بذكرني بالكلام اللي قاله يسوع وقت اللي كان عم يقولوا له دائما انه نحن الله حكينا والله اعطانا، حتى الله اعطانا المن والسلوى، قال لهم ليكو ما حدا انا بيطلع لعند الله الا اللي نزل من عند الله. يعني مشان هيك انتم مش قادرين تطلعوا لعنده الا ما تلحقوني انا، لاني انا النازل من السماء، انا خبز الله، انا خبز السماء الذي نزل من السماء. وهيدا يعني بشريا نحن بنفهمها، ما في حدا يرشدني ويدلني على شيء هو مش موجود ما بيعرفه. الدليل اهم شغله انه هو يكون موجود عايش بالبلد، تكون اختبر الشيء اللي عم بيعرف يدلني على الطريق، يعني مختبر الطريق. مش هيك يسوع وقت كان عم يعرف عن حاله قال انا الطريق لحتى بدكم تختاروها. بقى هون الاساس عم يحكيني انه انا الحكمه اللي جاي من عند الله ويلي بده يوصلكم لعند الله، لانه الحكمه يلي هي اولى مواهب الروح القدس هي اللي بدها توصلنا عند الله، هي اختيارات طريق يلي توصل عند الله. وبعدني هون عم بحكي بالعهد القديم، انت بتعرفي مواهب الروح القدس السبعه يلي نحن مع الاسف ما بنعرف الا غيرهم، ما بنعرف الشتين الموجود بالعهد القديم بالعهد الجديد، مع انه هودي كثير حلوين. هن هودي قالوا اشعيا، ما قالوا مش على ايام المسيح ولا شيء، قالوا اشعيا بالفصل 11 بيحكي عن سبع مواهب هي لكمال الإنسان ليوصل لعند الله، يعني لحتى تمشي هالطريق بتبلشي بالحكمة وبتختمية بالعيش بمخافة الرب. رأس الحكمة مخافة الرب، بدها توصلني لهون، هدفها توصلني لهون، ويلي هني الحكمة والفهم والمشورة والقوة والعلم والتقوى حتى عيش مخافة الرب. لكن الحكمة هي البداية، لأنه هي بتخليني اختار هالطريق، إذا ما مشيت فيها رح أمشي بغير طريق، ما رح توصلني لمخافة الرب، رح توصلني إلى خوف من الرب، وبالنهاية رح كون عايش بجهنم كده الخوف من الرب. لكن إذا سلكت طريق الحكمة أو مشيت حسب هدي الحكمة رح توصلني إلى العيش بظل الرب، والربنا بكون خايف عليه في ظل حمايتك يا رب، أنا بكون عايش يلي بتوصل عند الحياة الأبدية. لكن ايه هيدي الحكمة يلي هي اولى المواهب يلي هي بيعطيها الروح القدس، هي الفشخة الاولى. اسمعوا التأديب وكونوا حكماء ولا تهملوه. شو عم تقلنا الحكمة هون؟ ايه لانه الانسان اوقات لحتى تقليله، والتأديب هو حتى بيرجع بيستعملها كثير مربولوس بعدين، بس فكرة التأديب بالعهد القديم هي الانسان اللي بيكون عم يزيح دائما الراعي، لانه الراعي بيستعملها للخراف، الخروف يلي بيشرد لوحده بيضرب له حجر بالعصا حتى يرجع يرده. لمن بيقبل منه بيكون عم بيقبل تديبه، لانه عم يرجع بيرده على الطريق، لانه هو بيعرف انه هاي الطريق اللي مشي فيها مش هديك الطريق، اذا رحت انا رح ياكلك الديب، انت مشي بهذه الطريق، هيدي طريق كونوا حكماء. والانسان الحكيم هو يلي بيقبل الحكمه من الرب، مش يلي بيكون حكيم بحكمته الشخصية، حكمته الشخصية يعني بتكون عم تكل على فهمه وعلماته وهو رأيه للأمور، لأنه أنت عم تروح على محل أنت مش شايفه يعني، وأنت بدك تحكي عن شيء مش عم تكون شايفه، لا لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر، كيف أنا بدي وصلك على السماء وأنا أصلا مني شايفه للسماء. يعني عمليا الحكيم هو الإنسان يلي بيطبع حدا شايف السماء، لح السماء، جاي من عند السماء بيمشي فيه، هذا هو كونوا حكماء. وما تهملوا التأديب، يعني إذا قلت لك أنت مغلط ضربتك شوي أنت صغيرة حتى ترجع بال هالشي، لأن هذه كرمالك أنا عم بعمل. حبيت هيك طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا، ساهرا عند مصاريع، يعني اللي هو عند أبواب بيتي. السهر هيدا يلي يسوع كان كتير جاب يستعملها، السهر هو التيقظ، الإنسان يلي سهران. وحتى الإنسان نحن وقت كنا وقت بدنا ندرس ونتعلم شغلة قديش وقت بالامتحانات الفحوصات قديش التلاميذ بيسهروا،
بيسهروا حتى يكونوا عم يقروا حتى عم يتعلموا، يعني ما بيكفي بس اللي عم تعلموا النهار، ان هالوعي لهالامور نيالوا الانسان، نيالوا الانسان هيدي يلي بيكون عم يسهر وهو عم يحفظ، لك حتى عم يحفظ عضائد ابوابي، يعني صار بيعرف كل شيء قد ما انه شايفها وحافظها. وبيأكد لنا من وجدني وجد الحياة. ايه اكيد، لانه هي مثل ما قلنا نهايتها رأسها توصل الى الحياة. من وجدني يلي بيدعس على بيبلش الخطوة هيدا الأولى اول الطريق رح يوصل للحياة، لكن من ابغضني يحب الموت، يحب الموت كأنه هيدا رايح على الانتحار رح يموت. يعني أنا أول مرة هيك بشوف فعل يحب الموت، يعني ما كتير الكلمات هذه بتوصل مع بعضها. بس حب الموت يعني عم تقول هذا إنسان عم ينتحر، إنسان لأنه هو بإيده رايح لهونيك، مش حدا جبره يروح لهونيك. يعني هذا الخيار اللي بياخده الإنسان، كأنها عم تحملك مسؤولية أنه أنت حبيت تروح لهونيك، أنه خيار الضياع والموت أبدا ما هو إلا خيارك أنت يا إنسان وبكل وعي ورضا، ومنه قصاص من الله، هذا أنت قصصت حالك، أنت حبيت تختار الطريق مش حدا وما قبلت تسمع. هذا يعني غباء يلي يسوع بيسميهم بعدين الأغبياء. الإنسان يلي مفكر حاله بيعرف، لكن هو ما عم يسمع كلمة الشخص يلي بيعرف أكثر منه، يلي مفكر حاله بيعرف. بس هذا هو أنت عم تحبه الموت لأنه أنت عم تروح على طريق يعني نهاية الموت. نحن قلنا عم نتعرف على روح الله، الروح القدس يلي يمكن بهيدا الوقت مثل ما قلت لنا ما كانت الشغلة كتير واضحة، ما كانت الأمور كتير واضحة عن هذا الروح الذي يعلم ابتداء من هيدا الزمن من هذه الحكمة. إذا بدي لخص هيدي القراءة قبل ما نكون عم ننطلق للقسم الثاني وللعهد الجديد ولحياتنا اليوم ولتطبيق كل هيدي الأمور على حياتنا، هذه القراءة في العهد القديم لليوم الأحد ثالث من زمن العنصرة شو بدها تقلي؟ بدها تقلي أنه أوثق باللي عم يعلمني، وهيدي مهمة كتير. إذا الإنسان إذا التلميذ ما بيوثق بالمعلم ما رح يتعلم شيء. مش ضروري اعرف كل اخر الطريق، لكن اعرف مين المشاني بالطريق، انا بوثق باللي مشاني. هون كان الهدف منا اوثق بهذه الحكمه يلي متجسده بكائن كانه يلي هي هالطفل اللي نمي، اوثق فيه لانه انا مش قادر اعرف نهايه الطريق. مثل ما بعدين رح ارجع اشوف مع يسوع المسيح انا بوثق فيه. هي القصه كلها قصه ثقه. ثقه فيه لانه هو بياخذني انا ما بعرف، يعني ومش محتاج يشرح لي كل شيء لانه انا ما راح اعرف. شو ما يحكي لي ما راح اقدر افهمهم، بس انا بوثق فيه. مثل ما صار على قبر لعازر وقت يسوع كان عم جرب يشرح لها لمرتا انه خيك راح يقوم باليوم الاخير، قالت خيي انا بوثق فيك. انت انا بوثق فيك. انا قلت له قال لها اتؤمنين بهذا؟ قلت له انا بآمن فيك. ما عم بفهم شو عم تقول بس بآمن فيك انت. خلص انا متكل عليك، ما عندي مشكله، انت اللي عم بتقوله مزبوط، مش ضروري احلله وافهمه. هيدي هي الثقه. بس هيدي برايك هيدي مش نقطه مش بصعوبه بيوصلها الانسان؟ هيدي بدها مرحله، بس بدها حب، لكن بدها نضوج بالحب. اذا الشخص بتحبيه بتوثقي فيه، ومش ضروري تعرفي كل شيء، بتحبيه يعني بدها، وهيدي بدها معرفه، والمعرفه بتخلي في حب. يعني بدها فتره، بدها تاخذ وقت. هيدي هيني على الاطفال، نحن الكبار صعب علينا، صح؟ نحن صعب نوثق الطفل، مشان هيك مش 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 يعني بالغلط قال يسوع انه ان لم تعودوا كالاطفال. يعني خلي يكون عندنا روحيه الاطفال يلي يكون عندهم امكانيه الثقه، بيستعملوا الثقه تبعيتهم لانه هن متعلقين بالاخرين. نحن كمان بدنا نكون مثل هذه الاطفال متعلقين، نثق بيلي بده يقودني، بمن يقودني. هون عم يقولوا أثق بهذه الخطوة يلي هي بتعرف أنه أنا بتوصل، لو ما بعرف نهاية الطريق بس بوثق أنه اللي عم يقول لي تعمل هالخطوة بهالاتجاه هيدا هي بدها توصلني للآخر. مشان هيك نحن هنا، لأنه نحن نثق، نحن عم نجرب نتعلم عن من هو المعلم. رح ناخد استراحة لنرجع ننطلق إلى العهد الجديد، خليكن معنا. مجددا برحب فيكم بلقائنا اليوم ببرنامج من الوعد للعهد تحت عنوان كبير الروح
يعلم. نحن صرنا بالقسم الثاني، صلنا معكم من بعد ما كنا بالقسم الأول مع قراءة العهد القديم إلى العهد الجديد، لحتى نلقي الضوء ونتعرف على هذا الروح الذي يعلم، روح الرب الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس. ودايما مثل كل مرة مع أبونا مارون موسى، مجددا برحب فيك أبونا. وصلنا مع الروح الذي يعلم إلى العهد الجديد الأقرب لإلنا، يلي شوي منحس حالنا عم نقرب منه أكثر، عم نفهم عليه أكثر. قراءة العهد الجديد من القديس بولس، الرسالة الأولى لأهل كورنثوس. ذكرنا مين هن أهل كورنثوس؟ أهل كورنثوس يلي هن كمان أهل الحكمة وأهل الفهم والعلم، ويلي كتب لهم أكيد أكثر من مرة، وكان عم بي يعني يشرح لهم الأمور بتفاصيلها ويعطي مقارنة بين يعني الحكمة الإلهية والحكمة البشرية، البشرية اليونانية أي. الأرضية. عشان هيك اليوم بهالنص هذا اللي اخترتنا يا الكنيسة في هالتمييز أو هالمقارنة بين حكمة العالم لوين توصلني، يلي هي مش غلط بس أنه لوين آخرها وحدودها، وحكمة يلي تيجي من عند الله وين حدودها كمان، لوين بدها تاخذني. خلينا نمشي مع هذه الحكمة، حكمة الله، من رسالة القديس بولس الأولى لأهل كورنثوس بالفصل الثاني. رح نقرأ: أنا لما أتيتكم لأبشركم بسر الله لم آتي ببراعة الكلام أو الحكمة، لأني قررت ألا أعرف بينكم شيئا إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وقد جئت إليكم بضعف وخوف ورعدة شديدة، لم يكن كلامي وتبشيري بكلمات الحكمة والإقناع، بل ببرهان الروح والقدرة، لئلا يكون إيمانكم قائما على حكمة الناس بل على قدرة الله. غير أننا ننطق بالحكمة بين الكاملين، ولكن لا بحكمة هذا الدهر ولا بحكمة رؤساء هذا الدهر الذين مصيرهم إلى الزوال، بل ننطق بسر حكمة الله المحجوبة التي سبق الله فحددها قبل الدهور لمجدنا، وهي الحكمة التي لم يعرفها أحد من رؤساء هذا الدهر، لأنهم لو عرفوها لما صلبوا رب المجد. ولكن كما هو مكتوب: ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر قد أعده الله للذين يحبونه. لكن الله أعلنه لنا بروحه، لأن الروح يسبر كل شيء حتى أعماق الله. هذه هي الحكمة، الفرق بين الحكمتين. مع بنقول نحن بعيد الشبه اوقات انه ما فينا نشبه، عم يحكي وبعطيه عنوان: حكمة العالم تجعلنا اذكياء، حكمة الله تجعلنا قديسين. حلو. اثنين منيح. اذا بدك تعيشي بس لهالعالم هيدي، انت محتاجه لحكمة العالم، واللي هي شعارة: ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب. هذا هو الانسان الذكي يلي بيعرف يعيش بهالدنيا. الإنسان يلي بده يروح إلى ما بعد دايما في قصة لوين رايحة. إذا هدفك توصل إلى أورشليم الأرضية، ما بدك الله، أنت بدك تكوني ذكية وتدبري حالك توصلي. لكن إذا بدك توصل إلى ما بعد أورشليم، بدك توصل إلى السماء، لأورشليم السماوية، إيه بدك حكمة الله وبدك الطريق يلي ربنا بيعطيك. يعني مثل ما حكينا بالعهد القديم، ما فيك تكون ذكي وقديس. ذكي بس ما فيك تكون كل، يعني ما فيك تستعمل ذكيك بس لحتى توصل على السماء. يعني الذكي هو بس لحتى الإنسان يعرف كيف يلي يسوع سميها كونوا حكماء كالحياة، بس بهالمعنى هذا يكونوا أذكياء، يعني منتبهين على اللي حواليكم كل الأشياء هذه. هيدي حكمة هذا العالم. كون ذكي بس ما تتذاكى على الله. كون ذكي، كون حكيم بالنسبة للآخرين. بس بالنسبة لله كون ودعاء كالحمام. يعني بدك تطيع كلام الله لو ما انت عرفت، لأنه الإنسان الذكي هو يلي بده يعرف آخر الشغلة قبل ما يبلشها. هذا إنسان ذكي بيعرف، مش غلط، هي انتبه لها من الأمور. يعني بتخيل بس بولس الرسول كان من الأذكياء. إيه بلاكي، بس بالنسبة للسماء مش ضروري حلل أعرف. يعني هون مثل بيحكي بالآخر أنه ما لم تره عين ولم تسمع به أذن. كيف الإنسان الذكي، يعني المنطقي العلماني كل الأشياء، كيف بدك تشرحي له إياها إذا بس بده يقتنع فيها بالعقل؟ ما في. هاي بقول كشف لنا إياها الله بروحه، أعلنه لنا.
لأنه الله بيعرف كل شيء. هيدي بدها حكمة الإنسان أنه أنا ما فيني أعرفها، أنا بقبلها. هيدي روح التلمذية للإنسان حتى يقدر يتعلم، بده يقبلها. بس الإنسان الذكي هو يلي بيعرف إيه يدبر هالأمور. يعني فيك تستعمل اثنين، بس ما تستعملي ذكائك حتى توصل على السماء. بس ما أنا هون بدي أنطلق من بولس الرسول يلي أكيد بدي أعتبره رجل ذكي وبارع في الكلام، بس قال لهم أنا ما جيت لعندكم ببراعة الكلام. إيه أكيد. يعني هون لأنه الهدف واضح وعرف حاله، يعني عنده الذكاء الكافي، عنده براعة الكلام الكافية. ما علمتكم بتعليم بشري، لكن بتعليم أنا حتى يقول لهم أنا كنت مثل الإنسان. يعني بالنسبة لكم إنسان أنت جاهل، اللي بتقوله أنا ما بعرف إلا المسيح مصلوب. عم خبركم ببطل ميت. يعني تخيل تخيل هالموقف. هالموقف هيدا أكيد هني بالنسبة لهم إنه ك ك كمنطق بشري ما بيزبط معهم تقلي الحق حدا مصلوب. بدك تلحق حدا بطل ما بيموت، يعني حدا قوي، حدا ممكن يدافع عني، بدك تعطيني، بدك تعرض علي إله غير الآلهة اللي عندي أو أقوى من الآلهة اللي عندي أنا. ساعتها حتى يقول لهم أنا هذا المصلوب هو قام بين أموات، فرجين أي إله عندكم قام بين أموات. يعني بهالمعنى هيدا. يعني بهذه الحكمة يلي أنا جيت عم بشرح لكم، أنا قررت لأنه هني جماعة، بيقول أنا لما جيت لعندكم ما جيت وما رح بشرك، لأنه هني جماعة بتعملوا عندهم الحكمة البشرية. إجا عم يعرض علينا حكمة تانية، هني ما كان نقصهم حكمة بشرية لأنه بيعرفوها وعايشين ومبسوطين وعايشين برفاهية، ما انه عايشين بتعتير وكل شيء ولا حدا حيكمهم ولا شيء وما انه مطالبين ولا بجهل. يعني ما عندهم عندهم عايشين مدبرين حالهم، بس عم يعرض عليهم حكمة حياة أبدية. هذا الهدف، لحتى تعرضي لها حياة أبدية ما بده الإنسان بس يكون ذكي، بتعرضي لها حياة أبدية عم برض عليكم طريق اسمه الصليب. وعم بيوضح الصورة أبونا هيك لما بنشوفها، أنه هو بولس الرسول يلي جاي لعند أهالي كورنثوس هون عم بيقول لهم جيت لعندكم أنا بضعف وخوف ورعدة. لأنه ممكن ما رح يقبلوه أكيد. نعم. ما رح يقبلوه لأنه كلامي وتبشيري كان بكلام ما كان كلام الحكمة والإقناع. وما أنا جايبكم البرهانية، ما عندي البرهان إلا الروح القدس. وعدة مرات بربولس وقت اللي كان هذا اختباره بأثينا محل الثقافي هونيك كل شيء، حكينا مبسوطين لأنه عنده هالبراعة بالحكي، يعني عنده هالكاريزما بالحكي. وقت بلش يحكينا عن القيامة صار يهزوا براسهم، قال لهم نجي نسمعك مرة تانية. بلش تحكينا كلام بطلنا نستوعب، بطلت عم تقنعنا. ايه بطلت عم تحكي لنا بتحكي منطقنا الفلسفة. مشان هيك هو اختبر انه انا ما بقى احكيهم بهذا المنطق، يعني انا بدي احكيهم بس بمنطق المسيح او بروح المسيح. ولو لو ما فهموني هلا بس انا عم دلهم الى ما بعد هذه الحياه. اذا بدي كفي بالمقطع الثاني، اننا ننطق بالحكمه بين الكاملين، يعني بين غير الجهال اذا بدنا نقول. ايه يعني نحن بنحكي بالحكمه بين الكاملين، ولكن لا بحكمه هذا الدهر ولا بحكمة، لكن بحكمة هذيك. يعني عم بيقول لهم انه نحن هون عم بدعيهم للتلمذه. يعني بدنا نتذكر لما بنحكي عن روح القدس ما في بلا معلم. ايه مش بسهوله تقدر تقنع هذا الشخص. ما فيك تعلم معلم. ايوه ما في، بده هالمعلم يصير تلميذ. معلم مش ممكن يتعلم. دائما بنقول التلميذ يعني بدي يروح على المدرسة. أنا إذا بدي يروح على المدرسة لازم أقعد بكرسي التلميذ. إذا بدي أقعد مطر ما بيقف المعلم أنا ما رح أتعلم. بدي أنا أوصل بأعتبر حالي أنا ما بعرف، أنا ورقة بيضاء حتى هو يكون عم يشتغل. بس إذا أنا بعرف ما رح أسمعه وما رح أفهم وما رح أقدر أتعلم. لكن بهالمعنى هذا عم يحكي يعني الكاملين. إذا بدي أحكي معكم مع الكاملين بس بكلام الإقناع وبكلام يلي هو حكمة هذا العالم، بس ما رح تتعلموا شيء. لا بقول لهم أنه يلي عم بيحكي ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ولكن الله أعلن لنا بروحه. يعني هيدا يلي هو غير منطقي إذا فينا نقول. ما فيك غير منطقي تقبله بالمنطق. أكيد غير منطقي، ويلي بده قبول. يعني بده ثقة، بده بساطة الأطفال. هون عمول بدك قديسين. ليش نحن وقت من القديسين هني بسطاء؟ طوبى للبسطاء اللي من معنى الإنسان، الأشخاص، الإنسان الفقير. شو الفقير؟ الفقير يلي ما عنده خيارات،
إلا خيار واحد، ما عنده خيارات يغير أشياء، يغير ثيابه وغير أكلاته وغير كذا، عنده خيار واحد، ما عنده إلا الله، طوبى للفقراء بالروح، ما عنده إلا الله، أنا ما عندي خيارات آخرة بالحياة، عندي هذا الخيار وبمشي فيه، ولو ما بعرفه وين بده يوصل لي بس أنا بمشي فيه، لكن أثق بهذا الشخص. هذا روح الفقر، هذا اللي عم يدعينا له مار بولس، لكن هي بس بكفي الانطلاقة حتى الإنسان يمشي. هي هالانطلاقة الصعبة اللي هو عم يعاني منها مع الأشخاص، إنه بس يقبلوا يعملوا هذه الخطوة الأولى باتجاه الاتجاه الصحيح بحكمة الله، يعني عم يجرب يفرجيهم عن إنه يختاروا الطريق الصحيح وبعدين الله رح يساعدهم لأنه هو الطريق. أكيد مش هيك عم يقولوا إنه ما 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 رح نعرف، لا لم يخطر على قلب بشر، ما فيني أشرح لك ومني شايفه، يعني أنا مش قادر أشرح شيء ما شفته. بولس بعده على الأرض، ما طلع على السماء وعم يخبرنا من فوق شو فيه، عم يخبرنا بكلام بشري، بس اتكاله على هذا المصلوب. طيب. المصلوب القائم من بين الأموات، المصلوب الحب، يعني عم بيحببهم، لأنه أنت بالنهاية حتى توسعي بشخص مثل الحب، المصلوب بالنسبة لمار بولس هو الحبيب، ما من حب أعظم من هيك. هذا الشخص اللي كان فيه ما يموت، بس اختار أن يموت كرمالنا، حتى قلنا أنه حبوه وشوفوا لما وصلكم، وصلكم مطرح ما وصل. بالنهاية أنت فيه بلاي رح توصل للقبر، ما حدا منكم، كل هودي الفلاسفة الموجودين كلهم مقبول، قبورهم موجودة. طيب حبوه رح يفرجيكم، أنا بدي لكم أن هذا قائم من بين الأموات، هذا قام من بين الأموات، عملوا هالاختبار، لكن هذا قام بالحب الكبير تبعونه، هو مش بالفهم الكبير، بالحب الكبير، هلا العطاء الكبير، نمشي هالمسيرة هيدي. يعني لأرجع للفكرة اللي قلتها، أنه حكمة البشر بتوصلنا إلى الأذكياء، إلى الذكاء، وحكمة السماء بتوصلنا للقداسة. خلينا ننتقل للإنجيل يلي هو اليوم بالأحد الثالث من زمن العنصرة من إنجيل القديس يوحنا. فشو بده يقلنا القديس يوحنا، وليش بتم اختيار يوحنا؟ فصل 14 اللي هو كمان قاعدين بالعلية، أكترية الوصايا سواء كلماته حبنا قاعدين بالعلية، ويلي بدي يركز كثير على الكلمة، لأنه يسوع بيعرف أنه بالنهاية رح يصير في بين يدينا كلمة مكتوبة. يعني عم يبعث لتلميذه كلمة مكتوبة، وهون عم يركز أنه يلي بيحبني بيحفظ كلمتي، بيحفظ كلمتي، والكلمة يسوع هي وصاياه. يعني إذا أنت سمعت مني، إذا بدك تحبني اسمع مني، ها كل أهل بيقولون إياها، اسمع مني، إذا بتحبني اسمع مني، حتى إلي أنه أنا ما بدي منك شيء، كل شيء بدي منك تعمله أنه اسمع مني، خليني أنا أحبك، خليني دلك على الطريق. وهذا هو التعليم، يعني إحنا بعدنا عم نحكي الروح القدس يعلم، الروح يعلم هو يلي هو بده يعلمني كلام المسيح، لأن من هنا إحنا ما عنا شيء جديد نقوله، إحنا عنا هذا الكلام. يعني بهذا المقطع من الإنجيل بدنا نشوف أنه هالكتاب الموجود بين ايدينا مثل ما قلت هو كلمه الله، هي كلمه يسوع المسيح، هي وصايا يسوع المسيح يلي اعطانا اياها بروح القدوس، ويلي بده يقبل المسيح بده يقبل كلمته، ويلي اكيد بدنا نعرف بعدين انه مش بس الكلمه المكتوبه، الكلمه المحفوظه، لانه عندنا بلشت تنعطى قبل ما تعطي ثمار. لا اي بلشت تصارت على الكتب، تصارت كتبوا هذا الكتاب، بس خلال هال100 سنه كان في كلمة مكتوبة يلي نعم. بقيت محفوظة بالكتب نعم. يلي دغري بنذكر إنجيل يوحنا الفصل 20 أنه لو بدنا نكتب كل شيء يلي عمله يسوع ما في كتب بتساعة، لكن يسوع عامل إشياء وحكيها بقيت بقلبنا، ويلي نحن نسميه التقليد الكنسي، وفي تعليم الأباء وكل الإشياء هيدا كله سوى يلي وشروحات وصايا. هيدي الكلمة كمان هي بتنبع من هذه الكلمة الغير مكتوبة يمكن، ويلي هلأ عم نحكي مثلا، نحن عم نحكي بهدي الروح القدس يلي هو هلأ عم يلهمنا الروح القدس على كلام نحكي لعالم اليوم يلي هو الإنسان اليوم كيف بده يعيش حياته برغم الظروف اللي عم نعيشها بهالدنيا. بدي تابع بالإنجيل معك أبونا لما عم بيقول يسوع من يحبني يحفظ كلمتي وأبي يحبه وإليه نأتي. إجوا بالجملة هون هيك هون بالجملة، بس هون هلا هون شو كان عم يحكي ل يهوذا، لأنه وقت كان عم يحكي هالكلام يهوذا غير الإسخريوطي، لأنه الإسخريوطي كان طلع من العشاء. لوقت يسوع عم يحكي عن أظهر له ذاتي، لأنه هون عم يحكيهم للتلاميذ اللي هن صاروا عم يودعهم وهن مش عارفين إذا رح يشوفوه ولا لا. عم يقولن أنا رح شوفكن، والطريقة يلي رح تشوفيني فيها
هي اذا وصاياي رح تكون موجوده عندكم بتحفظوها، معناتها انتوا بتحبوني واللي بيحبني انا بكشف له ذاتي. وقتها ساله طيب كيف بدك نحن تشوفك والعالم ما بيشوفوك، برجع بيعيد له اياها وبيحكي له هالكلمه الحلوه، انا وبي منسكن فيه نجعل لنا منزلا. منزلا قديش حلوه هالشغله، انه بصير موجودين فيك بصير نعلمك شوي شوي انه هون يعني كيف بدك تقبلها، كيف بدك تستوعبها. اكيد ان شاء الله كبيره عليهم، بس الهدف من كلام المسيح انه بصير معلمك بالبيت، ما بتروح ما في زوم تروح على المدرسه، الاستاذ جاي لعندك والاستاذ قاعد فيك، بصير انت مسكن. يعني انت من كيف الانسان بيجيب استاذ على البيت، واستاذ على البيت بده يعلمك كل يوم بيوم، وما زال الاستاذ موجود بالبيت ما راح تتعلم كل شيء. هي الفكره الحلوه انه اذا انا عندي استاذ موجود مش ضروري افهم كل شيء فرد درس معي الاستاذ موجود. كل يوم ما زال موجود معي بالبيت، يعني الاستاذ هو بالبيت، هو يلي هو انا بيته هيدا. عم بدعيه هون ليهوه ذا عميدة لميزه، وعم يدعينا نحن كمان ككنيسة انه نمشي مسيرة، انه نمشي كتلاميذ، ما نمشي كدغري بدنا نتعلم كل شيء بدي افهم كل شيء هلا. نمشي مسيرة، وهالمسيرة يلي انا هيك هلا صار من 2000 سنة من بعد كلام المسيح، بدي اقبل انه هذا الروح القدس هو موجود وبعدني انا مسكن لله، وبعده الله حاضر فيني وبيقول لي اشياء هلا غير اللي قال لهم اياها من 1000 سنة. مزبوط، يعني يجعل عندي منزلا يسكن فيها. عم شوف هون يعني قد ايه هو حاضر عند كل تساؤل، عند كل صراع. هذا الصراع اللي بيعيشه الانسان قدام كل موقف هيك بيكون في بين التمييز، بين رايين، بين اختيار. روح الله اللي بتحكي فيك ويلي اوقات انت بتكون عم تجرب تسكتها، هو حاضر تيجاوبك بس بدك انت تسمع له. اي وحاضر و هو فيك وفيك بيحكيك، وهو معلم. يعني معلم يعني مش هيك احنا صرنا نسميه، هو بعدين ما نحكي وقت نحكي عن الكنيسه هي ام ومعلم بذات الوقت. يعني هو بيعرف حاجاتك، مش حدا غريب عنك، الام بتعرف حاجات اولادها وبتعلمهم، لكن كمان بتعلمهم وكل واحد حسب حيث، لانه مش كل اولادها مثل بعضهم كمان. هيدي كمان الحلو انه مش كلنا مثل بعضنا، كلنا عندنا حاجات، والكبير غير الصغير، وانا بس رح يجاوب كل واحد على حاجته، وقت الاكبر رح يكون عندي حاجات تانية غيرها. قديش حلو نحن نآمن بالروح القدس يلي ماشي معنا، مش بس الروح القدس يلي علم من 2000 سنة وخلصنا وصرنا ماشيين لوحدنا، كأنه الروح القدس يلي علم كتبوا يلي بدهم يكتبوه، حكوا يلي بدهم يحكوه، والكنيسة بعد ماشي بهدي الروح القدس بعد يعلمها ويفسرها لعالم اليوم. يعني عم نحكي صرنا كلمات بنستعملها اليوم قبل ما كانوا يستعملوها. قديش لازم نقبل الروح القدس الذي يتكلم اليوم بالكنيسة، ما دغري نقول طيب بس من 2000 سنة أو من 1000 سنة حكي يا كتاب خي، من 1000 سنة بس نفس الروح بعد حكي هلا اليوم. تغيرت الأمور. نحن نؤمن بالروح القدس يلي هلا، لما قلت انه احنا زمن الهلا، لانه مع الاسف عند كل ازمه او كل بدعه بتطلع لنا بالكنيسه اوقات بيجوا اشخاص بدهم يعترضوا على البابا وعلى البطرك وعلى التعليم. كل بتقول طب قولوا ما بسنه القرون الاولى بالالف ومية طلع البطرك وحكي كلام هيداك، خي ايه بوقتها كان كلام بيطلع ناس على القداسه وعلى السماء، عملوا مجامع ورجت في اشياء تغيرت. بس انا هلا عايش بسمع للي بابا هلا عم يحكيني بهدي الروح القدس، لانه الروح القدس هو ذاته عم مسير بالكنيسه. يعني انا هلا بدي اسمع، هي النقطه الاولى انه احترم اللي قبل، اقبل انه اليوم الكنيسه هي المعلمه. يعني اقدر اقبل انه الكنيسه اليوم عم تحكيني، انا اليوم مع رجالاتها اليوم يلي عم بيوصلوا لي تعليم الله اليوم لشعب اليوم، يلي بيجع بيقول انه ما البابا الفلاني قال هيك، هذا بيكون لا يؤمن بعمل الكنيسة، بيؤمن بالكنيسة الواقفة، واللي بيوقف بيموت. مثل ما دايما بنقولها الكنيسة الماشية، نحن بمسيرة، بآمن أنا أؤمن بغض النظر عن يلي قاعد بكرسي روما أو اللي قاعد بحيلة كرسي أو يلي بيعتبره هو رأس هذه الكذا وسلطة هذه الكنيسة. مثل ما حكينا قبل، يسوع حاضر برعاية يلي قال له أعطاها لبطرس، وقت قال له ارعى خرافي ارعى نعاجي، انا اؤمن فيه ونهودي
بالرغم من ضعفهم سيرة حياتهم شو ما كانت تكون، ربنا يلي بده يصلح، هو يلي عطى السلطان، هو يلي بيشتغل، مش أنا اللي عطيته السلطان. تتذكر يا جماعة الماضي حكينا أعطيت سلطان وأنا عم بعطيكم، أنا مش أنا اللي عطيته السلطان، هو اللي عطى السلطان. كيف تقرأ اليوم الاعتراضات من قلب الكنيسة على تعاليم من الكنيسة؟ مع الأسف، لأنه نحن لأنه نحن من قلب الكنيسة، نحن الاعتراض بتكون من قلب الكنيسة، ما بتكون من برات الكنيسة. عم بقول من قلب الكنيسة حتى إذا بدك من رجالات الكنيسة. يعني أنا بقول إنه لأنه نحن منحلل أوقات ما نكون حكماء بحكمة هذا الدهر، ونكون أذكياء ومصير بدنا نعمل نفكر نحللها شغلة منطقية، أو بس بدنا نكون معلمين وننسى نكون أمهات. يعني وقت الأوقات رأس الكنيسة أو لما بدنا نكون أذكياء وما نكون قديسين، بس ما بدنا نكون أذكياء بهالمعنى إنه يا تقول أنا لا وهيك ولازم نكون وما لازم نتساهل وكل الأشياء هيدي. أنا ما بعرف، أنا اللي بآمن إنه الروح القدس هو يلي بيعطي الكلمة بغض النظر إذا بينت مش منطقية أو بتخالف شيء أنا كنت معود عليه قبل. لأنه في أشخاص إنه بيعتبروا إنه يعني التقليد هو يلي هو لازم كنا ماشيين، انه كنا نعمل من 100 سنه هلا ليش عم نغير؟ يعني برجع بقول من 100 سنه طلع قديسين واليوم بيطلع قديسين، مش يمكن يتغير. الصلاه يلي صلاها مرشربي لازم انا صليها، مزبوط. هو صلى صلاه بتطلع قديسين وانا طلعني قديسين، هو مشي طريقه حياه انا بمشي طريقه حياه، لكن كلنا سوا لازم عنا اول خطوه هي الحكمه، ملهمين بقوه الروح القدس. وخليني اقول شغله، في مواهب يلي بيحكي عنها مربولوس يلي هي برسالته الأولى لأهل كورنثوس، لأنه هيدا عم نحكي عنه على كورنثوس، بيحكي لأهل كورنثوس فصل 12، بيحكي عن 9 مواهب تعطى للمسؤولين بالكنيسة وللسلطة بالكنيسة والخدمة بالكنيسة من أجل خير الكنيسة العام. أول وحدة اسمها كلام الحكمة، هديك بأشعياء بالفصل 11 كان الحكمة يلي هي لقداستي أنا، هيدي لقلي أنا تعطى، ما حدا بيلا أنا ربنا بيلهمني من خلال كلمته. لكن كلام الحكمة انك تحكي لغيرك، انت اقدر ارشدك انت وقلك اللي لازم تعامليه. يعني انا ربنا بيعطيني كلام حتى وصل لك اياه، حتى اقدر حل مشاكل بين الناس، حتى اقدر كون عم بساعد الاشخاص. وبعدين عندك كلام المعرفة، يعني اعرف حاجات الاشخاص. في الايمان، يعني شهادة ايمان انا حتى اكون شاهد للاخرين. في الشفاء، اقدر اشفي الاشخاص من كل علة وصعوبات اللي عندهم اياها. المعجزات يلي هن سيطرة على العوامل الطبيعية. النبوءة، اعلان كلمة الله. تمييز بين الارواح، نقول هيدا من الله او هيدا مش من الله. التكلم بلغات، انه اقدر احكي صلي. وترجمة الألسن يلي هي تمييز بيناتهم وكيف انا طبقهم لإنسان اليوم. هالمواهب التسعة اللي بسميهم مربولس بقول هودي لخدمة الجسد، جسد المسيح، هذا الكيان، هذه الجماعة. وهيك بيشتغل الروح القدس من خلال الكنيسة أو المسؤولين بالكنيسة أو الخدام الموجودين بالكنيسة من أجل خير الكنيسة، وهيدي بتتغير. وإن ما قديما مثلا يعني هن مواكبتها حتى بكل مسيرتها، يعني هيك بدك تواكبها بكل المسيرة. يمكن قبل مثلا ببداية الكنيسة كان في كتير شفاءات أو هيدي من المواهب، وكان في كتير تكلم بلغات. هلا هيدي صارت ما بقت حاجة، عم نعمل شيء تاني. في مواهب أخرى عم يعطينا إياها، مش ضروري يكون كلهم سوا موجودين. هودي أدوات الروح القدس بيشتغل من خلالي أنا حتى يكون أنا عم بخدم الآخرين لبنيان الكنيسة. وربنا هو يلي بيلهم كل فقرة كل فترة بالكنيسة، صح. شو الحاجة وشو الأشياء اللي بتعطينا إياها. لأن هون بيقلهم سورة الروح القدس، أنا مقيم عندكم لكن البرقليت الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي هو يعلمكم كل شيء ويذكركم، صح. بكل شيء اللي أنا قلت لكم إياه. مش إنك نحن نؤمن أن الروح القدس بيرجع بيعلمنا وبيذكرنا حتى الأشياء يلي الكنيسة عملتها بعدين، مثلا المجامع بالكنيسة، العقائد يلي عملتها الكنيسة مثلا. نحن نقول هودي كله سوا مبنيين على كلام المسيح. الكنيسة ما عملت شيء
ما قالوا المسيح او ما كان له علاقه او مرتبط بتعليم المسيح، مش ضروري يكون حرفيا. بقول ايه مش مذكوره هون هالكلمه هيدي، لكن مش موجوده بالانجيل، مش موجوده بالانجيل لانه مش كل شيء موجود بالانجيل، بس ما بتخالف الانجيل، لكن انا بتعطيني شيء بيسعد لي ايماني، بتكمل لي يعني تطبيق ايماني وعيشي لليوم. حلو ختام الانجيل اليوم، هذا المقطع من انجيل يوحنا، لا يضطرب قلبكم ولا يخاف. ايه لانه بعطيكم السلام. وهيدا هيدي من ثمار، لانه بربولس اللي حكى عن هودي المواهب بيرجع بيكمل وبيعطي في ثمار للروح القدس، ومن ثمار الروح القدس هو السلام. يلي بيعيش هودي بيعيش بسلام، يعني الابن بيعيش بسلام، بيطمئنني اذا عايش بكنف البيت، بكنف البيت بيطمن باله. هذا السلام يلي انا بعطيكم اياه غير السلام اللي بيعطيكم العالم، لانه هذا مبني على ثقه انه الله حاضر، الله هو الذي يوجه هذه المسيرة، مش أنا ولا إنسان ولا حدا فلان وفليتين. الله هو الذي يوجه، مش هناك لا يضطرب قلبكم ولا يخف، لأنه في عنا الروح القدس هو الذي يقودنا، هو الذي يقود الكنيسة. هو أكيد أمين. الروح القدس يمكن حكي كتير خلينا نتخطى الوقت، مشان هيك صار لازم يخلص الوقت. أكيد الحكي ما رح يخلص لأنه رح نتابع باللقاءات التالية، بس لازم نكون عم نختم بصلاة. خلينا نكون عم نصلي ونطلب بك يعني هدي الروح القدس لألا، ونكون هيك يعني عم نعيش دورنا كمان. أمين. على ضوء هيك القيامة والبشارة. اقبل يا ربنا يسوع المسيح هذه الصلوات وكل شيء عم نقدم لك، أهلنا أن نبشر مع الملائكة بقيامتك، ونكرز بها مع نساء التلميذات، ونفرح مع الرسل الأطهار والكنيسة، ونرفع إليك المجد والشكر، وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. أمين. شكرا أبونا مارون، شكرا لكل يلي رافقونا بحلقة اليوم بالأحد الثالث من زمن العنصرة تحت عنوان كبير الروح يعلم. صلاتنا أنه نوعى دائما نكون هياكل لهذا الروح القدس ليسكن فينا دائما. إلى اللقاء.